يا انت دابا ترتاح من الدرسه، حل فمك وسد عينك. حليت فمي سطو ليا بداك الدواء ما كاملاش، وانا غادي معاهم حتى ولا لساني كيتقال عليا. واحد الوقت بديت نحس بانني كان غير اخر لحظه اللي كنت نشوف فيها هي قريت البلاكه ديال عكراش. من تما غبت الى ضربتني الفيقه في النص ديال النهار، لقيت راسي في وسط ما بين عرار مدينه النفايات. رش عليا بالقرعه حيت انا كنت عندي درسان اللي ضراني. حل اللي قال لي سد العينين، سديت العينين، حلت البوم، صافوا عليا المشكل اللي كان عندي في الاول وتقل لسان دي تقال لي لسان، وجاتني داكشي بحال الدوخه. وغادي غادي اللحظه اللي صافي حط راسي نغيب العينين ديالي البلاكه ديال عكراش اللي قريت كان اللي عقلت عليها. من تما عقلت على راسي تفقت الصباح، لقيت راسي ما بين العرار خوري المستمعين ولا صاحب الجلاله، لقيت راسي ما بين العرار ديال لوسخ. اي بوعار اي بوعار وشدني دفعني دفعالي دفعني دفع صحيح لحني على فمي بركلي على راسي ونعس فوق مني. وجا الاخر تيجري جاب لي واحد الشيطة بلا طهري ودار عليا فمي وقال لي انا غنقادلك فين غادي تمشي ترتاح نغبروك. قلت له كاين الله سبحانه وتعالى وانا ما غتخلعنيش. قال لي جوج كلمات، غتشرب هاد الدواء اللي غنعطيك بالخاطريه، ما غتشربوش غتشربوش بجوج. معاش الناس اللي عندي غوت طاروا عندي لا سيكوريتي ثلاثه بركوا عليا شربوا لي كاينه بيضاء وكاينه حمراء وقطرات تيخويهم في الكاس ديال وشربوهم ليا. بقيت شي 10 دقائق عطاوني واحد الورقه حلوا لي خرجت مني للشارع. مستمعينا الكرام ولي صاحب الجلاله، انا راني ومنين نزلت قطع الطريق من الجهه ديال المحطه جاو عندي جوج الناس سلام سلام الادب والاحترام. غتمشي معنا سيدي؟ علاش شفتنا داك اللي نزل في الطوموبيل؟ قلت له شكون هذا؟ قال لك واش تتفلى علينا شنو خدمتنا؟ داوني معاهم للسياره معايا جوج اللي مشاو معايا والثالث راه في الطوموبيل وجوج اللي داوني عارفهم في وجوههم بزاف. وصلوني الطوموبيل طلب مني لاكارت، طلع الاول طلعوني انا سدوا الباب عطاني قال لي راه لاكارت. شدت لاكارت بقى هو الطيق ما عرفتش تليفون باش يهضر شويه طلع زادوا بيا. انا كنعقل على راسي بعد البلاصه اللي عرفت شدوا بيا شارع السويسي. منين وصلنا السويسي قلبوا معايا غادي في الطريق قلبوا معايا ولا بلا الاخر. اشنو الاسئله اللي كيطرحوا عليا؟ اشنو عطاك؟ اشنو قال لك؟ اشنو قلتي لي؟ وليت قلت لهم واش بغيتوا هاد المسائل كامله؟ انا راني مريض دابا ما تصدعونيش في راسي. الله يرحم الوالدين وهذيك كل ما قال لك اشنو تيضرك؟ قلت لهم تيضرني واحد الدرسه. قال السيد انطق قوت السيد اللي صاي قال له امراض. قال له هذاك اشنو المراد اللي كتهضر معاه؟ عطاه واحد القريعه ديال الدواء قال لي انت دابا ترتاح من الدرسه، حل فمك وسد عينك. حليت فمي سطوا لي بداك الدواء ما كاملاش وانا غادي معاهم حتى ولا لساني كيتقال عليا. واحد الوقت بديت نحس بانني كان غيب. اخر لحظه اللي كنت نشوف فيها هي قريت البلاكه ديال عكراش. من تما غبت الى ضربتني الفيقه في النص ديال النهار، لقيت راسي في وسط ما بين عرار مدينه النفايات. وقفت يا راسي يا ربي انا فين؟ وقفت فوق داك العرام تنتقاتل ومع الحراره يعني ولات عندي الفشل في ركابيه. وقفت على واحد العرام تتبان لي الغبره ديال الكاميونات، مشيت تخرجت للطريق ويلاه يلاه مع الطريق ما درت مع واحد. تخرجت فواحد العين غسلت فيها شربت خرجت للطريق كان شي رازني واحد السيد قال لي فين غادي؟ قلت له دي غادخلني للمدينه. قال لي غادي للقريه. وصلني للقريه. منين وصلت للقريه نزلت ولا عندي الاختيار في الحياة ديالي على الظلم ما بغيتش نسكت عليه، وحاليا إلى حد الآن ما نسكتش عليه. مولانا صاحب الجلالة مستمعينا الكرام ما قديتش نسكت على هذا الشيء هذا. مشيت لأي مؤسسة من ديوان المظالم شي شريعة حق الإنسان المؤسسات الإذاعية ما كاينش شي إذاعة اللي تقبلت مني هذا الشيء هذا. حتى واحد ما بغاش يساعدني إلى هذه الإذاعة هذه. هاد الناس هادو اللي هما اللي ساعدوني وغير القرار ديالي الآخر اللي هو صافي قنعت واللي تيبانوا لي شي حوايج خايبين نديرهم في نفسي والأسرة ديالي. تقدمت للدار ديال وصلت قدام دار فتح الباب الاول الثاني خرج عندي السيد من وسط الربيع تيجري شدني من كتفي وكاين قدامي مراه وراجل غاديين قدامي والناس تيجري وشدني دفعني دفعالي دفعني دفع صحيحه لحني على فمي برك لي على راسي ونعس فوق مني. وجا الاخر تيجري شدوني داروا لي منين هزوا هزيت راسي فمي عامر برمله وكان غوت وتنغوت
جاو الناس المسؤولين اللي هما في الدار ديال وقفوا شافوا المشكل. ما قلتش لهم هما المشكل، ولكن من جاو عاودت عاود لي المشكله اللي كاين. جبت التصويره ديال من الصاك اللي عندي وريتها لهم اللي كاين اللي كاين اللي كاين. بداو دفع الاخرين واحد داني فيهم اللي الاخرين شنو قال لي ملي كيطلب، قال له شوف راه من تم لتم غنغبره. قال له الاخر تيقول له هذاك اللي لا من اللي جا من دار وسط لقيت هم ثلاثة د الناس. واحد قلت الأدب كثار من هذاك اللي تكرس عليا، وصلت وقع عليا بتخسر الهضرة. جاب لي واحد الشيطة بلاباري ودارها عليا في أمي وقال لي أنا غنقاد لك فين غادي تمشي ترتاح نغبروك. قلت له كاين الله سبحانه وتعالى وأنا ما غتخلعنيش. وهكاك توجدوا شي شوية جا لهم شي تليفون، خرجت يهضر في التليفون جا قال لي في التيفيا ولكن راه حنا موجودين لك. جات ديك الأونو هزاتني فين تقدمت بيا داوني للسبيطار. السبيطار حطوني دخلوا يهضروا مع السيكيريتي سدوا الباب لداخل. لقيت شي ثلاثة د الناس قدامي دوزوا دوك الناس كاملين. دزت عند الطبيب، الطبيب ما استشر معايا حتى كلمة، كلمة واحدة باش يهوني الطبيب. قال لي جوج كلمات غاتشرب هاد الدواء اللي غنعطيك بالخاطر هي ما غاتشربوش غاتشربوش بزوج. مع الناس اللي عندي غوت طاروا عندي لاسكريب ثلاثة بركوا عليا شربوا لي كاينة بيضاء وكاينة حمراء وقطرات تيخويهم في الكاس ديال الماء وشربوهم لي. بقيت شي 10 دقائق عطاوني واحد الورقة حلوا لي الباب خرجت مني للشارع. مستمعينا الكرام وليا صاحب الجلالة، أنا راني ما قديتش عاد نزيد نصبر، والحل الوحيد اللي بقى عندي انا اللي كنفكر فيه هو هاد الناس جابوهم الله وما كيديروا مع هاد البرنامج. انا تنقول للمستمعين الكرام الا ما توصل سيدنا بهاد الخبر عاركم وليداتي، هاد الناس راه بغاو يتمروني وبغاو يتكرفسوا عليا، وانا الحظ اللي غيقتلوني مجرمين بحال هادوك كنختار نقتل راسي بيديك وما نخليش الشميت بحال هادو يقتلوني. مستمعينا الكرام انا اب اسره زدت عندي بنتي نهار 23 في رمضان مازال ما شتاش. مستمعينا الكرام ولهذا كنطلب المستمعين الكرام الا ما توصلش كنعاود نقول الا ما توصل سيدنا حاركم وليداتي والرقم ديال الاسره ديالي غتلقاو في هذه القناه. الله يجازيكم الله خير. اخر قرار عندي اللي باقي عندي انتم ما كتشوفوا فيه، انا مواطن ما غيقتلونيش هذوك، كنفضل نقتل راسي بيدي. علاش؟ الله سبحانه وتعالى تعدو ما كيبغيهش. انا ينحرني بنادم ويزيد يقتلني ومت اللي كنفكر فيه. اخر لحظه ديالي مستمعينا الكرام عاركم وليداتي، عاركم وليداتي وعاركم وليداتي. وشعارنا الخالد الله الوطن الملك. الله يبارك في عمل سيديك وشكرا مستمعينا الكرام. نشرب ذاك الشيء تقال عليا لساني ولو بدلوا معايا ما بقاش داك الاحترام اللي كان في الاول باش غيركبوني في السياره. ولو قلبوا معايا تخسر الهضره اش كي اش عطاك قلتي لي اش قال لك الناس هادو. انا بالنسبه لي كمواطن مغربي وعايش الملك حنا دوله اسلاميه اولا سيدنا الله ينصرو ما غاديش يعرفوا هو اكثر مني انا اللي وازني في السياره ديالو. سيدنا الكرامه الاحترام الشرف التقدير الانسانيه شخصيه سيدنا قليله عندنا في المغرب وما كايناش شخصيه سيدنا انا كاينه في الجنه. علاش الانسانيه؟ الانسان ما لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. مستمعينا الكرام هاد الناس هادو بحال هادو راهو مجرمين، كونوا امنوا ولا ما يكونوش هاد الناس هادو مجرمين. تكرفس اللي داروا لي ما ننساش طول الحياه ديالي، وانا كنفضل قلت لك القتل راسي بيدي وما يتمرونيش هادو. وحالفين عليه يتمروني، وحالفين وحالفين وحالفين. قال المستمعين الكرام دابا انا راني عايش غير في الخلا، وليداتي راه كما كنقول لكم مستمعينا الكرام وكنعاود نزيد نقولها، زدت عندي بنتي نهار 23 رمضان مازال ما شتاش، ولادي هازينو مغا الناس. إن علاش؟ جاني تليفون بأن مشاو كيسولوا عليا واش جمل البلاد ولا ما جاش. هاد الناس راه بغاو يقتلوني هما بيديهم، ولكن أنا كنفضل نقتل راسي بيديهم ما يقتلونيش مجرمين بحال هادو. الآخر اللي قال لي خواو عليا رش عليا بالقرعة، حيت أنا كنت عندي ضرساني ضراني، حل لي قال لي سد العينين، سديت العينين، حلت الفم، سطوا عليا. المشكل اللي كان عندي في الأول وتقل لسان يتقال لي لسان، وجاتني داك الشيء بحال الدوخة وغادي غادي اللحظة اللي صافي حط راسي نغيب العينين ديالي البلاكة ديال عكراش اللي قريت،
كان اللي عقلت عليا من تم عقلت على راسي تفقت الصباح لقيت راسي ما بين العرام خوري المستمعين ولا صاحب الجلالة لقيت راسي ما بين العرام ديال لوسخ أي بوعار كاي بوعار الناس يساعدوا المواطن ماشي يرسوه اش المواطن اشنو ذنبو اش كيدير المواطن المواطن كيدبز مع طرف العيش انا راه مواطن انا 21 عام انا في الكرا 21 عام انا كريان وليداتي خدام كتافي كضحي بوعار هذا عيب وعار مصلحين شادنا في هذا المجتمع ديالنا حنا كدولة اسلامية ومن هذا المنبر تنقول المستمعين الكرام الا ما توصلش ربما ما يتوصل سيدنا بهذا النداء حاركم وليداتي راني كنقول لكم وما ستنكرر نقولها لكم بان انا زدت عندي بنيه نهار 23 فشهر رمضان مازال ما شفتش وجهها كي دايره وليداتي راسين ومع الناس والسلام عليكم وشكرا الله يرحم الوالدين. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.